صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردن وعلى نورسات وتلفزيون تيلي لومير. بنصب على كل المشاهدين وخاصة اللي طلعوا معنا هلا مباشر على صفحتنا وكومنتاتكم وصباحاتكم المباركة. نحن هيك بننتعش لما بنشوفكم انه انتوا حاضرين معنا وعم تستنونا وبتستنوا هذه الحلقة بما تحوي من مواضيع هامة. ولما بنحكي عن المواضيع اللي احنا عم نثيرها احنا ما بنجيبها من الفضاء ولا من دون مصادر، لكن هي من نتيجة التساؤلات ونتيجة اتصالاتكم، وايضا لما بنشوفكم نحن بالكنائس او بالمناسبات الكنسية او الخارجية بالاجتماعية بتضلكم تقولوا لنا احكوا عن هذا الموضوع احكوا عن هذا الموضوع. طبعا احنا بنلاقي الرضا، بنلاقي المحبة، محبتكم، وايضا في بعض الاشخاص بتهمونا انه احنا مثاليين. احنا مش مثاليين، احنا بشر وخطأ، وممكن انا خاطئة او ابونا خاطئ والكل العالم ما في حدا مثالي وما في حدا، يعني احنا بنتمنى ونطمح القداسة، لكن لما بنحكي بالروحانيات او بنحكي بكلام ربنا، تعاليم ربنا، بنشرحها من حياتنا، من عيش هذه التعاليم، من عيش هذه الخبرات، بنقرأ بنبحث. يعني نحن لما بنحضر موضوع، يعني في عنا مادة بنحضرها، بنبحث بالكتب، بنسأل أشخاص المختصين والمطلعين، أبونا مرافقته الروحية أيضا وتعليمه اللي درسه خلال فترة السيمينير وأيضا خلال خبرته. قد صار لك أبونا 15؟ أول إشي بنقول لك صباح الخير. صباحك نور. عنا هيك رأسا بندخل على الموضوع، بنكسب وقت طبعا كلياته في مراجع وفي كتب، مش جايبينه من الهوى ولا من تعليم الخاص بس ما سمعان ولا أبونا جورج شرايحة، لكن هو من تعليم الكتب، من الخبرة في مراجع، من الكتاب المقدس، وأيضا من أصحاب الخبرة اللي هن متخصصين في هذا الموضوع، في المواضيع هاي، من النضوج الإنساني إلى النضوج الروحي. راح يكون معنا اتصال مع أبونا شوقي كرم، وهو دكتور مدرس في جامعات في بيروت، هو من لبنان، لبناني، مش قلة كهنة يحكوا بالمواضيع بالأردن، لكن هو متخصص ودراسته متخصصة وبحثه متخصص في موضوع النضوج الإنساني والنضوج الروحي. فحبينا ناخد كمان من أفكار غيرنا من الكهنة، ونحن كلياتنا في هاي المنطقة، المنطقة الشرق الأوسط، نحن نعيش نفس البيئة ونفس الثقافة ونفس حتى الهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فنحن ما في غريب علينا أو أنه نستعين بخبرات الأشخاص الآخرين اللي بيعيشوا نفس ظروفنا. فنحن مش جايبينه من الفضاء، برضو عايش بالهالة الأخرى غير أو بعيدة عن الهالة أو بيئتنا أو ثقافتنا. فأبونا شوقي كرم رح يكون معنا في الحديث عن النضوج الروحي. طبعا أبونا، نحن قبل ما نحكي احنا دخلنا في الموضوع متحمسين، لكن ناخد البركة وبعدين نسرد ايش في عنا مناسبات، يعني حتى كمان اللي صار خلال هاليومين. تمام. ناخد هيك منك. تمام. بركة ونبدأ حلقتنا. بركة ربنا ان شاء الله. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ايها الاب السماوي، تمم فينا مقاصدك الإلهية حتى نصل إلى ذلك النضوج الروحي والإنساني الذي دعوتنا إليه في شخص يسوع المسيح الإله والإنسان في لاهوته وناسوته، هو الذي صالحت به العالم بعد أن تمرد الإنسان وكاد أن يبقى بعيدا كل البعد عنك يا إلهنا. سامحنا يا رب، دعنا نعود إليك لنبقى مسبحين اسمك القدوس في كل الخلائق التي نشاهدها في حياتنا اليومية، ليتمجد ويتقدس اسمك من الآن إلى الأبد. آمين. آمين يا رب. آمين يا أبونا. طبعا من نشاطاتنا خلال الفترة الماضية كان في عنا قداس مبارح لعيد مار فرانسيس الأسيزي بكلية ترسانتا، تم الاحتفال به،
وكان أيضا مناسبة 75 سنة لعيد اليوبيل الماسي لكلية طرسنطة، فمنقول لهم ألف مبروك، المزيد من العطاء والتميز والاستمرار في هذه الكلية الموجودة في قلب العاصمة عمان في جبل الويبدة. فنتمنى لكل العاملين في هذه الكلية يا رب عيد مبارك ويوبيل مبارك واستمرارية إن شاء الله وعطاء مستمر. طبعا كاهن وراعي ومدير الكلية أبونا رشيد مستريح، منقول له الله يعطيك العافية يا أبونا، كل عام هو بخير إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. فكان احتفال رائع أبونا مبارح، والروعته في هالطلاب اللي كانوا موجودين والحاضرين برعاية سيدنا جورج، سيدنا جمال، أهاليهم موجودين، المعلمين والمعلمات كانوا موجودين. عم بقول الكنيسة اللي بتكون في بمدرسة بتكون هيك غنية، غنية وشبابية، يعني هيك بتحس الأطفال. شفت الصلوات هم أحلاهم كيف تراتيلهم هيك بصوت الطفولة عن جد عذب. نعم طبعا ترأس القداس سيادة المطران جمال خضر، مطران اللاتين في الوضع. وعظته حلوة كانت كمان. نعم. جميلة عن شخصية فرنسيس. القديس فرنسيس. نعم طبعا نشاطاتنا مستمرة خلال هذا الأسبوع، من تغطيات عيد الصليب كان من النادي الأرثوذكسي إلى احتفالاتنا هلأ ببداية شهر 10، النشاطات الشبابية كمان اللي احتفلنا فيها. بتقدروا تتابعوها على صفحتنا على نورسات جوردن من خلال نشرة الأخبار الأردن في أسبوع، نزلت التقارير كاملة بما تحوي من معلومات ومن أخبار. طبعا في عنا منقول صباح الخير لكل أشخاص الموجودين معنا على صفحتنا، منقول لسوسن جرايسي، سامر القنصل، مها شعبان، ونهيل الصفدي، أحمد بهجة شرايحة، أم عادل النمري، ماجد البير، وميمي بوشة، ومها شعبان بتقول الممتلئ بالروح الناضج الإنساني محب للخير يعمل بوصايا الله على الأرض. الله يسعدك يا ماجدة. ونور عياد، صباحكم نور دكتورة وأبونا جورج، الله يسعدكم ويحفظكم يا رب العالمين، شيء جميل وهادف. نعم. نحن زي ما حكينا في البداية نحن نطمح أنه هذا البرنامج بما يحوي من مواضيع أنه يكون هادف وعم تستفيدوا منه، من المواضيع اللي عم نثيرها. طبعا المواضيع هي حسب الطقس اللي ترجي أحيانا بتكون، وبندخل أيضا على مواضيع إحنا بنسمعها منكم وأنتوا بتطلبوها، فمن النضج الإنساني إلى النضج الروحي. نعم. هذا موضوع إحنا كملنا في موضوع السلام، سلام الإنسان بينه وبين حاله، كيف بعيش السلام. حكينا أيضا السلام العالم وسلام السيد المسيح، يعني إحنا فرقنا بين سلام العالم اللي مناخده وما رح ناخده، وسلام السيد المسيح هو اللي حكينا عنه، عن السلام اللي بعيشه الإنسان بينه وبين حاله وبينه وبين ربه. فلما بتعيش السلام بينك وبين حالك وبينك وبين ربك وبتكون قنوع بهذا السلام وعم بتعيشه وعم بتمارسه من خلال الإيمان بتعاليم ربنا، بخلال السر الاعتراف عن الخطايا، بممارسة الأسرار، فبتكون أنت نضوجك الروحي أو عيش هذا السلام هو بيساعدك في النضوج، أن توصل للنضوج الروحي. نحن مش بعيد هذا الموضوع عن اللي تحدثنا عنه سابق، هو استمرارية، لكن الإنسان الآن بقولك في عنا نضوج قبل الروحي، في نضوج إنساني، ومن هون بندخل بموضوع النضوج. نعم. الإنساني ناخذ منك أبونا مقدمة على هذا الموضوع. نعم. مقدمة ذات بعدين، في بعد فلسفي وفي بعد لاهوتي. بالبعد نعم. الفلسفي إذا بدنا نفلسف الفكرة، إحنا بنحكي نحن نسعى إلى النضوج، وليس في حالتنا الحالية نحن، يعني النضج والنضوج. نعم. النضوج هو مسيرة، يعني نعم. ما وصلت للنضج، النضوج هي مسيري. نعم. سعي نحو أن أكون ناضجا. هلأ النضوج بالعربي النمو. نعم. يعني أن تتقدم، أن تنمو قامتك، أن تسير مع الله نحو الهدف الخلاص اللي يسوع المسيح بفدائه على الصليب أتم العمل كلياته، لقد تم كل شيء وأسلم الروح،
وبلشت الحياة الممجدة. نعم. اللي أخذها بعد هذا مشروع الآلام كلياته. إذن نحن في حياتنا نسعى إلى تحقيق الذات. في ناس تحقيق الذات بالنسبة له نجاحه بحياته لما بحس إنه بطل محتاج إنه ينزوي بنفسه. نعم. بطل محتاج إنه يعمل هالخلوة عشان يعبي فيها، بيصير هالطاقة بده يعطيها للناس اللي حواليه، لأنه الهدف من النضوج أصلا هو عيش الإيمان المسيحي مع الجماعة عشان أنا أحقق ذاتي فيها. في رسالة القديس بولس إلى فيليبي 3 والعدد 12 بحكي إني ما بنظر إلى الخلف، بنظر إلى الأمام، ولا أدعي، القديس بولس بحكي عن نفسه، ولا أدعي إني وصلت لها النضوج الكامل، وصلت للقداسة، وصلت، لأنها هي سعي. يعني الله لم يقل لنا أنتم كاملين كما أنا كامل، ولم يقل لنا أنتم قديسين كما أنا قدوس. وشو حكى؟ كونوا. نعم. يعني هو بعده مو شايفنا إن قديسين، ولو كنا قديسين الله ما قال لنا كونوا. نعم. قديسين. نعم. كوني منيح مع الناس لا يعني إني أنا مش منيح كمان بنفس الوقت. يعني هذا البعد الفلسفي تاع العبارات الكتابية بده يشوف سياقها. يعني أحيانا بتكون مطاطية شوي، يعني الواحد بفهمها، يعني ما بدنا كل واحد يفهم عزوجه. زي ما حكيت حضرتك إنه إحنا بنحكي تعليم الكنيسة، إحنا بنحكي في كتب عنا اسمها كتب تعليم الكنيسة، هي اللي بتوجه فكرنا. إذن يفسر آباء الكنيسة دعوتنا للنضوج بأنها مسيرة حياة، عمل بدنا نعمل فيه نتممه ونحقق ذاتنا من خلال نجاحاتنا. صح. بكسب البشارة. يعني مثل الأبونا البذرة، لما أنت بتزرع البذرة وبتدير بالك عليها وبتطلع هاي الاستمل الصغيرة وبتبلش تنمو وبتراعيها وبتسمدها وبتسقيها وبتدير بالك عليها وبتضلك تراقبها لتكبر وتصير نبتة ولتكبر وتصير شجرة ولتكبر تصير تعطي الثمر. نعم. هون منقول انه هذا الثمر بعدين مش هي لسه ما نضجت، مع انه طلع فيها ثمر، مش هون مرحلة النضوج. النضوج كمان انه هذا الثمر انك تاكل منه وتطعمي غيرك. بالضبط. والتوقيت يعني مهم. هاي مرحلة. نعم. هاي مرحلة مهم. النضوج التوقيت بتوقيت الله ساعة. نعم. ربنا غير عن ساعتنا، توقيتنا بيختلف. فأحيانا هذا النضوج احنا بنستعجل على الشغلة بدنا إياها. نعم. بس هو ربنا بالقصد منه يعلمنا الصبر أحيانا. نعم. زي ما تفضلت حضرتك تنشوف هالنمو بدها وقت، يعني ما في ضربة ساحر. لا اللي بينام بالليل إبليس بيطلع قديس. نعم. لا لا يعني. نعم. معنا اتصال من الدكتور جلال فخوري، صديق البرنامج وصديق النورسات. دائم. يعني صديق دائم. صباح الخير. صباح الخير دكتور. صباح الخير عليكم جميعا، واستمعكم عذر في بيان ما يلي. تفضل. اولا اسمحوا لي ان اعطي راي شخصي بان موضوع النضوج الروحي هو ما اذا ما قورن بالماده يعتبر من اصعب واعقد الامور التي يمر فيها العقل البشري. نعم. لأن المادة أيضا لا يمكن ولا بأي شكل يمكن التفكير في الاستغناء عنها، هذا أولا. اثنين، بدي أنطلق من كلام السيد المسيح حيث تكون قلوبكم كنوزكم تكون قلوبكم. نعم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه لا تتركوا قلوبكم تتعلق بالمادة، لأنه كما قال بولس الرسول المادة هي أصل الفساد في الإنسان، وبالتالي أن فساد البشرية من المادة وابتعاده عن الروح يأتي من التعلق الأرضي، أي بعبارة ثانية التعلق البيولوجي لتكتمل الحياة البيولوجية على الأرض. أما الحياة الروحية الجنينية اللي في الإنسان نفسه هي تنشأ تلقائيا مع تغذيتها ونموها باستمرار. كلما الإنسان غدى نفسه روحيا كلما نمت الروح لدى الإنسان، وبالتالي يصبح النضوج كما قال أبونا شرايحة، كما قال النضوج هو غير النضج. النضج حالة مرحلية، في حين أن النضوج حالة استمرارية شمولية تبقى مع الإنسان على طول. هذا ناحية. نعم. الناحية الثانية أن قضية المادة لا يمكن
الاستغناء عنها يعني إذا قارناها بالروح، لأنه لابد إلا عمل توازن ومعادلة بين الروح والمادة. وبالتالي إنه القديسين عندما حافظوا على روحيتهم تجاه الله كانوا موجهين بوصلتهم إلى الله مع عدم الاستغناء عن وسائل العيش المادي الأساسية. المادي أي بمعنى آخر يجب على الإنسان أن يكون دائما متعادل متزن أمام الله في روحه، ويبعث روحه إلى الله حتى لأنه إذا ما الله رعى هذه الروح لا يمكن أن تنمو، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك نضوج. حبيت أنا أوضح نقطة هامة جدا، أن قضية المادة والروح هي قضية من أعقد الأمور اللي بمر فيها العقل البشري، لأنه من يوم ما خلق آدم لليوم وهم يبحثوا في موضوع الروح والمادة. أي وأساسا السيد المسيح لم يعني يفرق بين المادة والروح إلا في حالة واحدة، هي عندما قال اكنزوا لكم كنوزا في السماء، لأنه هناك حيث تكون الجيف والنسور هم القديسين الذين يوجهون بوصلتهم إلى الله. نعم. أي بمعنى ثاني يقول للبشر لا تتعلقوا كثيرا بالمادة، خذوها على أنها وسيلة وليس تعبد، ولكن البشرية اليوم بكل أسف تتعبد للمادة وتترك الروح، وهكذا يسير الاتصال بين الإنسان والله. تسلم يا دكتور، شكرا لهالشرح هذا اللي أعطيتنا فيه هيك فكرة عن النضوج المادي أو الإنساني أو وبين النضوج الروحي. أنا بشكرك يا دكتور، دائما أنت بتغذينا هيك بمعاني عميقة من الفهم كإنسان أنت علماني وتبحث في أمور الروحانيات والدين، فهذا كمان يزاد لك يعني من الحسنات طبعا. كإنسان علماني أنه ضل مهتم ويبحث في أمور الدين. شكرا لك دكتور. صباحك نور. شكرا صباحك نور. يعني الدكتور بيجبرنا أن نضيء على عملية التوازن اللي تحدث عنه في حاجات الإنسان الأساسية بين الحاجات البيولوجية والسيكولوجية. هذا التوازن بالزمانات أيام أفلاطون والفلاسفة كانوا دائما يفصلوا بين الروح، حتى بين الروح والنفس. الروح والنفس، النفس ينقلوها للعقل أقرب من أنها للقلب، للعاطفة، للاهتمامات الإنسان النفسية، إذا أعطينا الكلمة باللغة العربية الصحيحة. فهذا التوازن دكتورة هو اللي بخلق النضوج، هو اللي بمهد الطريق، لأنه النضوج تدل بما أن حكينا أنها عملية مستمرة في الطريق، فبدك تعبي يشحن الواحد. إيش اللي بيشحنه؟ اللي حكينا بالحلقة الماضية اللي عن السلام وعن الاستقرار وعن أنك تحسي أنك ناجحة، تحسي أنك بتحققي ذاتك. يعني في ناس بوصل عمره 70 سنة وهو بعده بحس حاله أنه يعني ما عمل اللي بده إياه، ما وصل. يعني هذا مؤسف جدا، حزين الإنسان اللي بتقدم بالعمر وبتكون كل شبابه ضيعه في أشياء مش عم بيشوف نتائجها، مش عم بيشوف ثمرها، وبالتالي بيكون هذا وكأنه لا سمح الله عبثية، بتصير السنوات والأيام تمر بدون عمق. أبونا، في هناك تعريف للنضوج الإنساني أنا حابة أحكي يعني تم التعريف له رسمي. يعني في النضوج الإنساني هو حالة بلوغ الإنسان لملئه، يعني أنه امتلأ وامتلأ هذا الإنسان، حقق ذاته لإنجاح مشروع حياته، فتح أفاقه على العالم وما حوله، وهكذا يصل الإنسان ليصبح سيد نفسه وفكره وعمله وبيئته بدون تجاهل لحدوده. فمعرفة الإنسان لذاته هي ذروة العلم وعظمة العباقرة. هلا نحن ما بنحكي عن النضوج الإنساني إنه بعيد عن الحاجات اليومية،
نحن عارفين انه الانسان بده ياكل ويشرب وينام ويرتاح ويلعب رياضه وياكل صحي، زائد انه بده يروح على مدرسه وبده يتعلم وبده يطلع على الجامعه وبده يكمل تعليمه وبده يشتغل وبده يكون محقق ذاته وماديا ويقدر يصرف على حاله، يقدر يأمن بيت ويأمن سياره ويأمن، يعني هذه الحاجات اللي هي مثلا اللي عم نحكي عن الماده، حاجات المادية البيولوجية الفسيولوجية إلى آخره، بده يتجوز وبده يخلف وبده عنده أولاد، نحن ما عم نطلع من هذا الإطار، نحن هذا الإطار إحنا مقتنعين إنه موجود، وما في هذا الإطار إذا ما تحقق النضوج الإنساني ما رح يصير في نضوج روحي، لأنه النضوج الروحي هي عملية مستمرة من التعلم والحياة وعيش الكلمة، كلمة ربنا. انت عم تنضج انساني وعم تكبر في القامة والحكمة مثل السيد المسيح. السيد المسيح استنى لعمره صار 30 سنة لا بلش رسالته، يعني عاش هذا النضوج الانساني، كان يتعلم في الهيكل يقرأ يساعد يوسف القديس في بنجارة بشغله، يساعد امه كمان، احنا ما بنعرف هاي الحياة شو كانت تفاصيلها، لكن يسوع عاشها كانسان، يعني كإنسان بكل متطلبات الإنسانية وكل متطلبات واحتياجات البشر. فالنضوج الإنساني لما بتكون أنت ناضج وعارف حالك، تعلمت منيح، ثقفت، ما أهملت هاي الواجبات، زائد الروتين، الروتين اللي هو مثل البذرة، حكينا النضوج الإنساني نعم والنضوج الروحي. احنا ما بنطول على ابونا شوقي، هو اكيد رح يزيدنا معرفة بهذا الموضوع، فنسمع من ابونا شوقي شو رح يحكي لنا من معرفة وتعليم. صباحك نور ابونا. يسعد صباحك. الله يسعدك، تسلم يا رب، واحنا شاكرين لك يعني طلتك عنا على برنامجنا صباحكم نور من الاردن. معلمنا واستاذنا بونجور. سامعني ابونا؟ اقول انا سعيد اني اطلع معكم. الله يسعدك، تسلم يا رب، تسلم تسلم ابونا. الصوت واضح؟ اي نعم نعم، تفضل ابونا، معك باسمه سمعان وابونا جورج شرايحه عم نسمعك، ومع كل المشاهدين والمتابعين على تلفزيون نورسات تيليلومير وايضا على صفحتنا عن نورسات الأردن فيسبوك. فصباحك نور وتفضل أبونا، نحكي ما بين النضوج الإنساني إلى النضوج الروحي، فماذا تقول أبونا؟ أكيد الـ يعني النضج الإنساني، نحن بالبنية تبع الشخص في عنا ثلاث أبعاد أساسية. عنا لما بنحكي عن النضج الإنساني الروحي بنحكي عن الأبعاد الثلاثة اللي هي البعد الجسدي، وما بنقصد بس الفيزيولوجي فيه، عنا البعد الفكري وعنا البعد الروحي اللي بيشمل مش بس الحياة الروحية، بيشمل العالم النفسي، وهودي بنشوفهم بالمعاينة بالطبيعة. يعني اليوم أنا تأحكي عن إنسان ناضج، في هالمرحلة اللي بيمرق فيها الإنسان من الطفولة إلى المراهقة إلى مرحلة البلوغ. مرحلة البلوغ هي اللي بتبين قديش هالإنسان نضج على الصعيد الروحي الفكري والجسدي. فمن هون أي خيار أي التزام بمرحلة البلوغ، في التزام نهائي مثل الزواج مثل حياة المكرسة، يتطلب هذا النضج المتكامل. يعني إذا بناخد على صعيد النضج العاطفي الجنسي يلي بيشمل هودي الثلاثة، الشاب والصبية وصل لمرحلة بمرحلة البلوغ عنده تقدير الذات عالي، يعني بمعنى بيحب ذاته، بيعرف ذاته، بيفهم ذاته، قابل ذاته، هذا أول شيء، يعني بيقدر ذاته، لأنه أي هون درجة بتقدير الذات واطي
معناتها رح يشحد دايما العاطي من آخر، رح يفتش دايما عن مين يسنده بكل شيء. منا شيء إيجابي، لأنه عمليا نحن ما بنقصد بتقدير الذات والاكتفاء بالذات، لا، بنقصد أنه أنا واعي أني أنا إنسان ضعيف، عندي هودة جروحات إلى ما هنالك، بس أنا شخص ما بنمو ومتطور إلا بالمعية بالعلاقة مع الآخر، ولكن بعلاقة فيها أخذ وعطاء مش فيها شحادة. هذه مثلا شغلة كتير أساسية بالنضج العاطفي الذاتي، يعني قادر دير مشاعري، قادر دير حاجاتي، قادر دير عاطفتي، بعرف هويتي إذا كنت ذكر أو أنثى. وهون بفوت النضج الفكري. النضج الفكري في بعدين، الأول بعد إنه أنا كإنسان ربنا عطيني نعمة كتير أساسية ومهمة، هي نعمة العقل. صرت قادر عيش هالثلاث أشياء يلي العقل بيقدرني عليهم، إني أن أرى وحلل أستنتج وأخذ قرار بطريقة موضوعية. تقدر أعمل هذا الشيء، مش ضروري العلم، لأنه اليوم عندنا كثير متعلمين. هلا العلم بيساعد لحتى الواحد يطور طريقة منطقه، لكن هل أنا مثقف؟ يعني هل أنا عندي معرفة صار لكل ما هو رح نسميه بالمطلق جميل وبشاعة، خير وشر؟ لا أقدر حيلا شيء يعرض علي من قلب العالم، خاصة بعلمنا اليوم، هل أنا قادر على هالتمييز يلي بخليني أخذ قراري خيرة تجعلني حر؟ لأنه كمان هون يعني اليوم مثل ما بتعشي أزمة بعلمنا اليوم بمفهوم الحرية. المفهوم الحرية قال اليوم بيساوي أنا حر أعمل شو ما بدي. الحر هو من يختار الخير حرا، لأنه الخير وحده بيبني الإنسان، بيبني الآخرين، بيبني المجتمعات، والشر هو بدم دمر الشخص. طب أطول عليكم البعد الثالث، البعد الروحي، النضج الروحي يلي هو نحن وخاصة نحن المسيحية اللي منولد بعالم المسيحية، أنه نحن نتقبل كبشتاج تعليم عن يسوع المسيح. اللي بتسمي حيلي أنا دخلت بمرحلة النضج الروحي لما هذا التعليم بيوديني إلى علاقة شخصية بيسوع المسيح، إلى اختبار شخصي أعلن فيه أنا ذاتي أني تبنيت يسوع المسيح، تبنيته كتبيعة بالنسبة لإلي. يعني أنا بالنضج الروحي بالنسبة لإلي وصلت لمحل باختباري مع المسيح أنه أنا حياتي هي المسيح، حياتي. يعني ما بقى عندي، ما بقى مفتش على معنى للوجود، ما بقى مفتش على سلام، ما بقى مفتش على سعادة خارج يسوع المسيح. ما بقى أرضى أعيش أي علاقة أو أي شيء ما تكون مطبوعة بروح المسيح. ما بعرف، حاولت أنه لخص لكم هيك بالخلاصة الصغيرة، ما نقول عنه أنه نضج نضج الإنسان. نعم، واضح أبونا، شكرا كثير يعني على التسلسل من الجسد إلى العقل إلى الروح وربطها بالكيان الإنساني الواحد. يعني طبعا أستاذنا إيش بدنا نحكي يعني. خليني إياك أبونا، هل بتشوف أنك أنه الاكتفاء بالنضج الإنساني، هل الإنسان أنت بتلاحظ هلا الأيامات هاي إنه العالم ماشي على النضج الإنساني وبتدور عليه وبتطمح له وبتشتغل عليه وترك على جنب النضج الروحي، هل ترى إنه النضج الإنساني كافي إنسان يوصل لهاي المرحلة؟ صراحة الصوت كتير واطي، ما سمعت التقول. هل الإنسان أحيانا الإنسان يكتفي بالنضج الإنساني وما بيربطه ليوصل للنضج الروحي؟ هل هي عملية متكاملة مستمرة مثل دائرة أبداً مستمرة؟ أبداً. هلأ صار واضح السؤال، اسمحت منيح. نعم. لما بنحكي عن نضج إنساني يعني عم ناخد الإنسان بكليته. نعم. الإنسان بكليته منه بس بعد مثل ما قلنا جسدي أو عقلي فيزيولوجي ونفسي، هو ثلاثة سوا. يعني هو
إذا عم نقصبه تنفهمه للإنسان، تنقول في إنسان يعني إنسان عنده هالثلاث أبعاد يلي حكينا عنها. نعم. مشان هيك ما في إنسان بالعالم ما عنده طوق للخلود للحياة الأبدية. نعم. هذا البعد الروحي. نعم. إذا ما آمن بالله رح يبفتش عن تعلق بشيء يرفعه من المادة إلى الروح. مش هيك بنشوف يلي منن مؤمنين عم بفوتوا ببدع، هي الله بدعة روحية ليشبعوا حاجتهم الروحية. نعم. ما فينا نحكي عن نضج إنساني بس مثلا ناخد مثل كتير بسيط بنعرفه، يبقى دكتور بالجامعة. نعم. متخصص ما بعد بأي مادة، بيجي على الأرض بالحياة العادية، صفر بالحياة الاجتماعية، بيفشل بحياة الزوجية، بيفشل بصداقاته. ليه؟ لأنه في بعدين آخرين ما منه ناضج فيهم، البعد الروحي والبعد الاجتماعي، البعد النفسي العلائقي اللي هو له علاقة بالنضج الجنسي العاطفي. نعم. فبالتالي أكيد ما فينا نحكي عن نضج إنساني مجتزأ من هالثلاث أبعاد. نعم فهمنا عليك. يعني ما مربوطين ما بعض، هن بوتقة واحدة، ما بيوصل الإنسان لنضج إنساني إلا لما يكون مكتمل كمان روحيا. بالضبط. شكرا يعني كثير أبونا. مفصول عن بعض. أنا بشكرك يا أبونا لهذا التوضيح، وبشكر لمحبتك ووقتك اليوم اللي أعطيتنا إياه لبرنامج صباح النور. بس إذا بتسمحوا لي بس دقيقة. تفضل. طبعا. أكيد. أنا اليوم بدنا نعطي يعني بدنا نعطي هيك توجه صغير للأشخاص اللي بيدعيوا إنهم روحانيين. نعم. يعني يلي بيعتبروا حالهم إنه هن فقط إذا راحوا على الصوم والصلاة وما بعرف شو لح يحققوا هذا النضج المتكامل اللي عم نقوله. نعم. هودي في خطر كتير كبير عليهم. نعم. لأنه بناء روحانية على عاطفة بدون معرفة لاهوتية، واللاهوت هو علم ليسوع المسيح، هودي بيروحوا على الفناتيسم يعني على التصرف الروحي. شن هيك هيدا مثل ثاني على ضرورة التكامل بهالنضج، انه انا ما بقدر اكون روحاني حقيقي ما عندي معرفة حقيقية لكلمة الله، لتعليم لكل شيء اسمه تعليم عقائدي، وعندي معرفة موضوعية مش شخصية مش سبجكتيف اوبجكتيف. نعم. ابني عليها مفهوم صحيح لربنا، مفهوم صحيح للمسيح، مفهوم صحيح للكنيسة للأسرار، لا اقدر اخلق هذا النضج الموجود عندي. بعتذر اني توسعت، ولكن لانه هيدا بالعكس اليوم متطرف عنا انه انا شو بدي بالعلم وشو بدي بالعالم النفسي والى ما هن. ما هني انت شخص متكامل. نعم. يعني ما فيك تبني تطور حالك بخط بدون الابعاد الثانيه لانك تفقد تويتون. نعم. هو بصراحة أبونا في عنا كتير فئات من هاي الأشخاص، وخاصة ظهرت بعد كورونا، يعني اللي بيعيشوا بمثل بهالة من الوحدة مع الله بينهم بين حالهم، بقول لك أنا ما بدي لا بدي أتعلم ولا بدي أعرف فلسفة اللاهوت ولا بدي أعرف شيء عن الدين، أنا بعرف ربنا ويسوع المسيح مريم العذراء، وبعرف قصة الميلاد، وبعرف قصة الصلب، وبعرف انه هو خلصنا، وهذا بالنسبة لي بكتفي فيه. انا بروح بصلي، بعمل مسبحتي، بقعد في بيتي، وكافي خيري شري. زي ما بقولك ما حدا له علي، لا بقرأ بانجيل مثل هاي، اللي بسمعه بهالقداس هو اللي بكتفي فيه، وعايشين حياتهم. بقول لك انا مبسوط هيك، ما بدي اكتر. فشو بدنا نحكي عنهم هدول؟ وأكثر من هيك في منهم بيصيروا أسرع استاذ واحد، يعني شخص بيستولي عليهم وبيخدهم بخطوط. نعم. وهيدا إذا هن منجاوبهم بس جواب بسيط، طب أنت إيمانك بيسوع المسيح بأي مسيح؟ إذا أنت تؤمن بيسوع المسيح هو المحور والأساس في حياتك، شو الغاية تبع المسيح الأخيرة يلي كان لأجل تجسد ومات؟ مش ليرجع يرمم صورة الإنسان فيك، يعني تصير إنسان أكثر إنسان، ترجع
مثل ما خلقك على الصورة يلي خلقت فيها إنسان، لا يمكن أن تعيش إنسانيتك وتنضج بإنسانيتك دون العلاقة العامودية مع الله والعلاقة الأفقية مع الإنسان. فبالتالي إذا أنت عم تعمل هيك أنت بإيمانك تناقض كل عمل المسيح الخلاصي يلي هو لأجله. حلو، نعم، جميل جدا. لما بيجي بارولوس بأنه ألبسوا عواطف اللطف والعزوبة وإلى ما هنالك، تصيروا فعلا شبهين بيسوع المسيح. يعني يسوع نزل على الطرقات، التقى بالناس، حط حاله بخدمة الكلي، بخدمة المعتر والفقير ولا ما هنالك. إذا أنا روحانيتي ما بدها توديني كثير إنسان، عندي حس إنساني مع الكل، في نضج روحي أكيد أكيد منه نضج روحي كده. نعم، يعني هذا وهم النضج الروحي اللي بالناس بتدعي إنه هي عندها هذا النضج. نعم، مشان هيك بختم أنا بقولكم نحن مثلا بالتنشئة بالكليريكيات، بالتنشئة فيها أربع أبعاد، وهذا بينطبق على العلمانيين. نعم. تنشئة الإنسانية، يعني أول شيء مساعده كيف يكون إنسان. برجع بقولكم لو عم كذب إنه يصير يقدر ذاته. نعم. يعرف يدير كل عالم النفسي. نعم. يقبل بأنه هو إنسان محدود وبحاجة للآخرين ويحسن بناء علاقات. بعدين من خط التنشئة الروحية اللي بتشعر على كيفية بناء علاقة صحيحة مع المسيح. نعم. بيرجع التنشئة الثقافية الفكرية، وآخر شيء تنشئة مسؤولية. يعني بالنهاية إذا أنا كل هاللي عم بيقضي بعلاقتي مع ربنا ما بده يوديني لكون في خدمة الإنسان، أنا كمان هون في خلل بالنضج الروحي. حلو حلو، أنا بشكرك يا أبونا، يعني هيك إحنا كمان تعلمنا منك اليوم بهذا الموضوع من قامم مؤثرة أيضا في التعليم، وإنت بتعلم أجيال كمان بالجامعات في لبنان، فأنا بشكرك وإن شاء الله بنستضيفك شي نهار عنا في الأردن. من كل قلبي. الله يسعدك، نتشرف فيك أبونا، وصباحك نور ونهارك مبارك. ربنا يبارككم، ميرسي خليلية. آمين. شكرا. آمين. شكرا، صباحك نور أبونا. تسلم يا رب. أبونا يعني عم بلخص اللي حكى أبونا شوقي، فالإنسان عليه كمان لما بيوصل لمرحلة إنه بيعرف حاله أنا صرت عندي نضج، أو أنا يعني أو بعرف عن حالي إنه أنا إنسان ناضج، وصلت لمرحلة من التعلم من العيش من الخبرة، وفيني إني أنا أعطي الآخرين. يعني هذا انه انا امتلأت. نعم. نعم انا امتلأت، وهذا اللي عم بيطلبه منا ربنا كمان بالنضج الروحي، اني انا امتلأت من تعليم يسوع المسيح، وما حدا بيمتلئ يعني 100%، لكن بنوعا ما بنسبة معينة اني امتلأت روحيا من التعلم والتعليم والثقافة والخبرة وعيش الكلمة، وايضا من ملئي افيض واعطي الاخرين. يعني الانسان اللي بيقول اني انا ناضج وقاعد في البيت مش عم بيعمل شيء، او قاعد بهالقوقعة تبعته مش عم بيعمل شيء، ولا عم شوف حدا، ولا عم ساعد حدا، ولا عم بيعلم حدا، صار تكبر كبرياء. يعني مكتفي بهذا التعلم او بهذا النضج اللي بشوفه بذاته ويكتفي فيه، وبقول لك انه انا مكتفي، ما بدي لا احكي مع حدا ولا حدا يحكي معي، ولا بدي اغلط بحدا ولا بدي اغلط بحق ذاتي عشان ما اوعش في خطيئه. مريح راسه يعني. يعني مريح راسه، هذا مش نضج. طبعا. بالعكس يعني هذا هروب، انطوائيه وهروب. طبعا انا بعتبره انه هذا هروب، وبعتبره كمان ضعف، لانه كمان الانسان بحاجه للاخر. ليش احنا في مجتمعات فيها افراد منعيش مع بعض جماعات؟ الجماعة المؤمنة ربنا حكاها، من اجتمع باسمي يعني في الصلاة اثنان او ثلاثة اكون بينهم. يعني فربنا بحب الجماعة. نعم. وكان ربنا يعني ممكن يعمل رسالته من دون التلاميذ. نعم. هو قادر طبعا. لكن جمع التلاميذ معه وعمل رسل معه
في النهاية دكتورة يعني في النهاية هي دعوة خاصة، هذا الإنسان نعم. اللي بده يعيش الخلوة ويبعد عن العالم، دعوة مش لكل الناس هاي. بالتالي غالبية الناس هي إنها تعيش بالجماعة، إنها تعيش مع بعض، إنها تساند بقى. كل اللي تفضلت في حضرتك هو هذا بيتمم مشروع نضوجنا. الواحد يعني هيك يعني طبيعة الحياة، يعني بتعلم مدارس بعدين جامعات بعدين بده يشتغل، بده ينزل على أرض الواقع. نعم بده يختلط بالناس، بده يقدم خدمة. ما بنقول يعني يفصل هذا الجانب، يعني في ناس بتضل بتحكوا روحانيات وبتحكوا كذا، بدي طعمي أولادي مش ملاقي شغل مش كذا إلى آخره. هذا عندك أنت في فراغ أو في عندك فجوات في نضوجك الإنساني بحاجاتك، زي ما حكى من العلامة ماسلو على احتياجات الإنساني. نعم سلم ماسلو، إنه كل إنسان بيطلع على النضوج بطريقة معينة. يعني اللي عنده مادة بيطلع على تقدير الذات، واللي عنده ما عنده حاجات مادية بيطلع إنه يأمن لقمة العيش، اللي بده حماية، اللي بده معرفة الذات. لما حكى الأبونا إن أعرف ذاتي وأقدر ما أنا أحويه من علم، لما تعرف ذاتك وتقدر أنت، التقدير مش على إشي فراغ ولا إشي ما فيه معلومات أو تعلم أو شيء. يعني ما بتقدر إنسان جاهل مش متعلم، أمي لا يعرف ولا يقرأ. أنا ما بحكي عن الجيل الماضي، أحيانا الجيل الماضي كان عنده الخبرة والحكمة أكثر من المتعلمين، لكن أنا بحكي عن الطور الجيل الحالي. مدامنا إحنا عم نحكي على الواقع المعاش الحالي 2022، يعني عم نحكي إنه الإنسان بيقدر ذاته اللي هو علمها، ثقفها في المدارس في الجامعات إن طلع له أو قدر يكمل. ممكن التعليم الذاتي يضله يقرأ كتب، يتعلم. أحيانا كثير من هاي الإنترنت مفتوح، يعني بنحكي على الشباب الحاضر اللي ملهي بملهيات الحياة على الكوفي شوب. إحنا ما بنقول إنه ما تروحش، لا، لكن مقضي وقتك بالساعات الطويلة وإنت قاعد بكوفي شوبس وعم بتسهر وعم بتضيعوا وقت، لكن تغذيتكم الذاتية مهملين فيها وبتدعوا إنكم ناضجين. يعني هذا مو نضوج. يعني في مفهوم النضوج إنك أنت تكون مليء بكل المناحي، زائد النضوج الروحي هو الذي يكملك كنضوج إنساني. أنا هذا اللي فهمته من أبونا شوقي، يعني لأنه ما بيكون إنسان ناضج إنسانيا إذا ما كان في نضوج روحي. يعني كمان دائما بعيد الفكرة اللي حكاها أفلاطون عن العربة التي تجرها ثلاثة خيول، إذ تقدم أي أحدهم عن الآخر مالت العربة وبوقع. نعم. فهن الركائز الأساسية، الجسد، العقل، الروح. نعم. التناغم هو بيعطي النضوج. إذن النضوج لأي إشي بالطبيعة بالحياة، لو شفنا حبة تفاحة شو يعني ناضجة؟ يعني إنه الألياف المكونة منها، لبها، قشورها، كلياتها مع بعض. ما بنحكي إحنا قشرة التفاح ونعزلها عن اللب التفاح أو البذر اللي جوا التفاح. نعم. هي كلياتها نضوجها يعني استوت، يعني صارت قادرة على إنها تفيد. نعم. إذن مثل ما حكى أبونا، المقياس هو الجمال والقبح، الخير والشر. وأنا خياراتنا هي بتعبر عن حريتنا بتصرفاتنا بالهذا. يعني الناضج هو اللي بفهم المدى والنطاق للحرية الشخصية تاعته، مش إني أعمل اللي بدي إياه. كثير زي ما حكى أبونا، الشباب اليوم بفهموا الحرية، عفوا، إنه ما حدا يقيدني، إنه ما حدا يحط علي سياج يخليني براحتي. هي نعم. مفهوم خاطئ. يعني هذا كثير من واجهه من الشباب، إنه على موضوع انه الكنيسه وتعليم الكنيسه. انا ما الي بتعليم الكنيسه، وانا ما انا بيني وبين ربي، بعترف بيني وبين ربي وبصلي بيني وبربي وبعمل فاتح كنيسه احسابي، فاتح الكنيسه احسابي. يعني انا ما بفهم هدول الاشخاص اللي يعني حاسين انه نضجهم الروحي ممكن ينفصل عن نضوج الجسدي، خطأ. يقدر لا يحققوا لوحدهم. النضوج الروحي بحاجة لمساعدة الأشخاص المتخصصين اللي حطهم السيد المسيح، اللي هن الرسل والكهنة. كلنا بحاجة، البابا بحاجة. قداسة البابا عنده كاهن اعتراف. ولما بقول لك مثلا أنا بالاعتراف، أنا ما بعترف بيني وبين حالي، ليش أعمل واسطة وأعمل إلى آخره. يعني أنا ما بفهم إنه هدول الأشخاص اللي بيحكوا هذا الكلام من أي قاعدة أو أي أساس عم بيحكوا في هذا الشيء. يعني أنت بتروح على، بتكون تعبان، بتروح على دكتور،
هلا في كثير كمان متهمين الكهنه انه هذا بشر مثلي مثله، انا اعترف لما هو خاطئ. طب انت مين قال لك انه انت لازم تعترف امام انسان قديس علشان تاخذ الحل؟ سؤال معلش، سؤال دكتوره، نعم اسالك سؤال. اذا انت رحتي عند دكتور بدخن وبشرب، بتشوفي بالحفلات بشرب كثير كميات، نعم، بتبطلي تروحي عنه عشانه بيدخن؟ نعم. ما انا راح اضل اروح عنده، هي شيء شخصي في حياتي ما الي فيه انا بدخن ولا اخلاقه منيح ولا اخلاق، انا الي بدي يكتب لي هالدواء، بده هو شاطر بالشغله هاي تخصصه. ودائما انا بلاقي حلول سهله للاشخاص اللي بتحججوا، هاي حجج واهيه وضعيفه. نعم. اللي بقول لهم دائما اذا بتحب تروح عند كاهن ما بتعرفه ولا بعرفك، روح على مدينه ثانيه، روح على معين، روح على حمود، على الكرك، على السماكيه، على عجلون. نعم. يعني مو شرط الكاهن الرعيه اللي انت كل يوم بتشوفه. نعم. فحل هذا للموضوع، والكاهن ما بطلب منه الديتيلز وين شو عملنا واسماء الناس اللي انت اخطيت بحقهم، لا ما في داعي لهي كلها. حتى في كاهن يا ابونا ما بتطلب التفاصيل، يعني بتقول لك انه المهم انك انت جيت عندي ندمان، تتندمان، تعترف بخطأك هذا، وانك توعد ربنا امام هالكاهن اللي بيمثل يعني السيد المسيح، اللي معطيه هاي بالزبط المؤهلات، معطيه هاي الشهادة، يعني معطيه شهادة الطب عشان مزاولة المهنة، معطيه اللي معطيه ربنا الرخصة. يعني عليك، يعني انه هذه هي أبدعت. فهذا هذه هي الفكرة من الكاهن. هلا ما إلي بحياة الكاهن ولا حياة الطبيب الخاصة، شو عمل شو سوى، وين كان سهران مبارح، وين كان شو عامل كذا الأخير. إذا هذا الطبيب هو اللي رح يشفيك واللي رح يعطيك الدواء، أنت بدك تاخده، ما بدك تقعد تفصل حياته. ونفس الإشي مع الكاهن، أنت بتاخده لأنه هو مع مزاولة المهنة، الشهادة، رخصة المهن هاي. فبتطلب عند الكاهن. إحنا إجينا على هذا الموضوع لأنه في كتير ناس بنسمعهم بقول لك بيني وبين حالي، فلما إحنا منجاوبهم بقول ما بزبط، ما بزبط. أنت لما بتمرض تخطئ، أنت بتمرض روحيا، تمرض، أنت بحاجة لإنسان يشفيك، يعني بحاجة لطبيب. مش بابونج وشيح. نعم، عليك أن تقيم ما تعرف، تقيم حياتك أنت كإنسان. يعني إحنا عم نراجع على اللي عم نحكي، كيف أنت عايش حياتك. ما it's not too late زي ما بقولوا، مش فات الأوان. أنت بتقدر من أي مرحلة أنت عايشها أنك ترجع تقيم، هل أنا عندي هذا النضج؟ ما هي الأشياء اللي أنا تنقصني عشان أوصل للنضج اللي عم نطلب، النضج الإنساني، النضج الروحي؟ شو هي؟ أقيم ذاتي، أقيم حياتي، أشوف الناقص وأشتغل عليه، ضروري أشتغل عليه، ما أغيبه، ما أهمله، أو ما أقوله أنه هذا مش مهم. كل العناصر مهمة، لأنها كلياتها مع بعض بتكمل الإنسان وبتجعله كامل، بتجعله بتوصل القداسة. زي المتعلمين والهيك بصيروا عباقرة، ليه؟ لأنهم عندهم هذا النضج الفكري. صحيح. اللي وصلوا للملء، ملء ذاتهم، امتلأوا منه، عم بيعطوه بعبقرية. زي ما احنا الروحية نوصل، مش نصير عباقرة، نصير قديسين. وربنا طلب منا أن كونوا قديسين، اطمحوا للقداسة، اوصلوا لمرحلة من النضوج الروحي انكم تكونوا قديسين. تقبلوا الاشياء المعطى لكم، وتحققوا احلامكم، وتحققوا المطلوب منكم انكم انتوا تكونوا بهذا الملء او هذا الامتلاء من النضج الانساني والنضج الروحي. ما بيصير تترك عيلتك وتهملها علشان تركض ورا نضجك الروحي مثلا، مثل بعض الاشخاص بنعزلوا عن العالم لانه مش قادرين يتقبلوا العالم بافكاره، بشهواته، بخطاياه احيانا، فبيهملوا، بيتركوا مسؤولياتهم، بيتركوا عائلاتهم. ياما يعني رجال وشباب تركوا عائلاتهم، مش قادرين يعيشوا ويكملوا هالحياه، فبيهملوا، بيعيشوا لوحدهم باماكن منعزله، وبيتركوا مسؤولياتهم. برضو هذا كمان مش معناته نضج، لا نضج روحي ولا نضج. احنا ما بنمثلهم بالرهبان، لانه الرهبان هن رساله ودعوه مختلفه، ونحن حكينا عن رساله الرهبان. ما بيقدر حتى الراهب ما بيقدر يترك عيلته ويترك اهله المحتاجين له ويصير راهب متنسك الى اخره. نعم، هي اصلا ممنوع اللي يتنسك الا يمرق في مراحل معينه، يعني يكون خدم في هالعالم. نعم. وليس هروبا مثل ما تفضلتي، هاي نقطه مهمه. زي مثلا ماري فرانسيس، احنا كنا امبارح عم نحتفل بعيد، وماري فرانسيس كان انسان من الامراء، العايش في حياه رغده، ترف فيها المال وفيها الجاه وفيها الاله، ترك كل شيء لانه لقى انه هذا الشيء عم يمنعه انه يوصل لربنا.
فترك كل شيء، لكن ما ترك هروب، لكن ترك انه شاف انه هاي الاشياء عم تبعده عن ربنا وراح على الروحانيات. في ناس بتقول لك انه هذا اهبل لايامات هاي، بقول لك ترك كل شيء مال عند ابوه كذا وهيك وهذا، وراح يعيش مع الحيوانات ويعيش بالبراري ويعيش الى اخره. يعني احنا احيانا نحكم بمنطق بشري غير عن منطق ربنا. ربنا بيكون عم بيحمل او بيوجه بمنطق اخر غير منطقنا نحن البشري. بدنا نفرق الانفتاح على الاخرين والانفتاح على ما حولنا ضروري جدا. حكينا انه تعيش بهالبوتقة هاي القمقمة او الحالة الانعزالية، لا عليك ان حتى تنضج لازم تكون منفتح كالزهرة وكالنباتات للهواء والمطر والشمس والظروف الحياة اللي بتعيش حولنا. يعني الفصول الاربعة احنا نمر بحياتنا بفصول اربعة، المطر أكيد. والعواصف والرعد أكيد. والبرق، وبتعدين الربيع والصيف وحر الشمس مثل النبتة اللي بتتعرض لهاي الامور أكيد. تتوصل لها النضج. فعلينا ان ننفتح على الاخرين، على مجتمعنا، على حياتنا، ونشوف شو حولنا عم بيدور تنوصل لهذا النضوج. ومن ثم بعد ما نخلص من هذا الانفتاح او نكمل هذا الجزئية من النضوج، ساعتها انتم بتبدعوا بتصيروا العباقرة في النضوج الانساني الحياتي، وايضا النضوج الروحي يكونوا قديسين. دكتور انا عندي سؤال، متى يهرب الانسان الواعي؟ يهرب الإنسان الواعي عندما يشعر بالخطر. الإنسان الواعي يقيم هذا الخطر، هل أستطيع التغلب عليه أو هذا الخطر أكبر مني؟ يعني أنا كإنسان روحي بهرب مثلا من الخطية، يعني إذا بحط حالي بأجواء بحكي أنا أبونا خوري وقوي، وعادي لو فتت على بار مثلا وعلى كذا مش راح أخرج. أنا إنسان متصالح مع ذاتي، مش راح يعني إذا شفت وحدي مثلا بتعمل عرض راقص أو كذا، أنا متصالح مع ذاتي. أنا هاي الكبرياء الروحي بسقط الإنسان بالخطيئة. لا، الإنسان يعرف أنه هو ضعيف وما يحط حاله بأجواء غير مناسبة لإمكانياته. إذن يهرب الإنسان الواعي من مواجهة الخطيئة، يعني مش قوة روحية عظيمة أني أضل أنا بالخطيئة، لا كمان أحيانا كثير يحتاج الإنسان أنه يهرب. إذن هنا زي ما بيحكوا بالمثل الشعبي العامي، بيحكوا عندنا بالمحافظات بالأردن بحكوا الفليلة ثلثين المراجل، يعني كمان إذا شفتهم أكثر منك وعددك لها، يعني بالتاريخ التاريخ العربي الإسلامي لما بيحكوا عن خالد بن الوليد سيف الله المسلول، ليش؟ لأنه قدر ينسحب بالجيش لما شاف عددهم كبير وقال لك بطحنوني هلا. فكمان هنا ذكاء وحكمة أني أنا أهرب وأنسحب من الحكي النميمي لما بلاقي خمسة ستة قاعدين على فنجال هالقهوة وبينموا على العالم كمان بنطلع. وفي فرق كبير ما بين النميمة وما بين شهادة الحق. أنا لما بشوف أبونا جورج بيتصرف تصرفات مش منيحة وباجي بحكي للدكتور باسم والله في كذا، هاي بطلت نميمة لأن أنا بحكي عن واقع. يعني يسوع المسيح لما غضب لما ما قبل، يعني كان مشكلجي يسوع أنه فات على الهيكل وصلح الأمور بإيده وعمل وحكى الكلام الحاد ضد الهرودسيين والفريسيين والصدوقيين وكل الحركات الدينية اللي كانت سائدة بوقتها. يعني نقول أن يسوع مشكلجي عمل معهم، لا بالعكس، ما في مرات بدك تحكي كلمة الحق. ومش نميمة، النميمة لما أنت ما تقدر تواجه الشخص كمان وبتحكي بغيابه وبتكون نميمة. بس هذا المصالحة مع الذات وكثير اليوم للأسف ما بيقبلوها منا، لما أنت تكوني صريحة مع الشخص وتقول له ما تعمل هيك، ما أنت هيك بتزعج كذا، أنت مين أعطاك حق أنك أنت تحكي لي؟ بتيجي هاي الصراع ما بين الصراعات الإنسانية في السلطة، التسلط بالسلطة، لأنها هي بالآخر بالكنيسة مثلا خصوصا هي محبة السلطة ولا سلطة المحبة، هي سلطة المحبة علينا. يعني من محبتي للدكتورة باسمة واحترامي وتقديري إلها بتحمل منها شغلات وهي بدها تتحمل، فبصير هالعلاقة تبادلية. أما إذا الواحد أنا المدير وخلص كل من تحتي بدي يكون عبيد،
ما راح تمشي هكذا، دكتاتورية ما راح تمشي. اليوم الأنظمة بنشوف عم بيشوف بكل الدول اللي حوالينا عم بيطلعوا الناس اللي كانوا طول عمرهم صامتين، اللي كان مو مسموع صوتهم، اليوم بيطلعوا والسلطة حدتها بتقتلهم وبصير في تصادم. ولن يصمت اليوم العالم، اليوم تطور الناس، اليوم كل شيء على وسائل التواصل. تنكر السلطة انه في حدث كذا بقول لك هاي الموبايل تفرج شوف هاي الجيش شو عمل، الشرطة شو عملت بالبلد الفلاني. فكل اليوم العالم اصبح قرية صغيرة. نعم ابونا، يعني نحن بدنا نختم ونحكي عن النضج الروحي. احنا حكينا عن النضج الانساني او الاحتياجات الانسان الفسيولوجية او المادية او مثل ما تفضل أبونا شوقي والدكتور كمان جلال فخوري وحضرتك، وكله وجدنا أنه مش منفصل عن بعض. النضج الروحي والنضج الإنساني هي مسيرة مع بعض. صحيح. بتنمو وبتوصل للنضج مثل زي ما حكينا البذرة اللي بتزرعها وبتبلش تهتم فيها شوي شوي لتوصل لتقدر تقطف ثمارها وتطعمي غيرك. فوجود ربنا بحياتنا بكل مرحلة من النضج الإنساني بيوصلنا للنضج بالنهاية الروحي. بلغ المسيح فينا على حد تعبير القديس بولس، أي عندما يصير الله كل شيء في كل شيء، يعني كل إشي بحياتنا بيصير الله في كل إشي بحياتنا. في دعوة المسيح كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل، هي إطار ودعوة إلى الكمال الروحي والمسيحي. فإنكم توصلوا لهاي المرحلة مش سهل، محتاج للمثابرة، محتاج زي ما حكينا التقييم، نحتاج للانفتاح، نحتاج للقبول، ومن ثم منوصل لمرحلة القداسة، منوصل لمرحلة الإبداع من النضج الإنساني والنضج الروحي. فهي مسيرة متكاملة مع بعض، مش بيوم وليلة وليدة اليوم وليلة يعني بتصير، وإنما هي مسيرة حياة. فكل حياتنا رح توصل وكل حياتنا رح نعيشها تنوصل هذا النضج الإنساني أو النضج الروحي أيضا. فإحنا منقول النضج الإنساني والنضج الروحي هن أكيد. مع بعض، يعني مثل الكرة الواحدة بقلب بعض، حبة تفاحة النضج الإنساني وقلبها النضج الروحي. فما تتركوا هذا الموضوع بحياتكم مهمل أو مهمش أو مؤجل. أحيانا الناس كتير بتقول لك أنا بس أكبر بصير أروح على الصلاة وأقرأ الإنجيل وأصير أصلي وأتابع الأمور الروحية. لا، هي مسيرة حياتك وإنت عم تكبر وتتعلم وبتتجوز وعندك أولاد، هي مسيرة حياة من النضج الروحي. ما بتقدر تقطف ثمرة من دون ما تزرع، فاللي بتزرعه بتحصده. يعني زرعت هاي الثمرة من وإنت صغير ومشيت معك وكبرتها وكبرت معك بتحصد في النهاية. أما تاخد حصاد في النهاية لإشي أنت مش زارعه ما رح تعرف قيمته أو كيف كبر. فأنت لازم تعيش هاي المرحلة من النضج الإنساني للنضج الروحي، تكون مع بعض مسيرة واحدة. فأنا بشكركم، إجينا على نهاية حلقتنا لهذا اليوم. بشكر كل الأشخاص اللي كانوا معنا متواصلين معنا على صفحتنا نورسات جوردن وكل اللي تابعونا على نورسات تلفزيون تيلي لومير. منقول لهم صباحاتكم نور. ولكل الأشخاص اللي أيضا تابعونا بملاحظاتهم على الحلقة، فبنتمنى أنه حققت الحلقة المراد منها. فبتمنى لكم صباح مبارك. أنا وأبونا جورج شرايحة بشكركم، بشكر أبونا شوقي على مداخلته، وأيضا بشكر دكتور جلال فخوري أيضا على هالإضافة. وبنتمنى لكم نهار مبارك، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله يوم الثلاثاء الساعة 9 صباحا. صباحكم نور. أعجوبة تيلي لوميير مستمرة، مستمرة فيكم، مستمرة إلكم ولولادكم من بعدكم ولولاد ولادكم وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمة عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك. نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، نور سات
ساتي ليل ومير نور ساترني صلواتي ليل ومير محبة وخير صرخ لالي طائفي